طيب هنبدأ بإذن الله ننتقل إلى العائلة الأخرى اللي هي يسموها الألوكاسيا، وفي لها اسم اللي هو يسموه بالعربي يعني إذن الفيل. طيب هذه يسموها اللي هي سيلفر دراغو، يعني التنين الفضي. ما شاء الله تبارك الله، شوف جمالها، سواء للمبتدئ سواء للهاوي لا تفوتها. طبعا هذه النبتة فيها ميزة، لا قدر الله في حال إنها أصيبت بمرض أو بحشرة، صدق أو لا تصدق، وفي ناس طبقوا هذا الكلام، ممكن إنك أنت تجتذ أوراقها بالكامل وحترجع من جديد للحياة وترجع تطلع لك أوراق جديدة. طبعا هذا الكلام مو فقط ينطبق على هذه الألوكاسيا، ولكن ينطبق على أي نبات يحمل درنات. في الناس ما يعرف شو الدرنات، تجيك زي البطاطس، تجيك زي البصل، تجيك زي الثوم، هذه هي الدرنات، فلا تفوتها. سعرها اليوم ما شاء الله تبارك الله عندنا 95 ريال مستوردة من الخارج، ألوكاسيا إذن الفيل.